ده بس انا لازم اقر واعترف يا استاذ مجدي، فوازيرك بقت صعبه جدا. صح جدا. البرنامج بتاعنا انوشكا لازم مش سهل. طبعا حاجات صعبه على المذيعه كمان. كويس ان انا مانيش اللي هتحل الفزوره. طب لو استاذ مجدي، لو شيخ البلد عارف خلف ولا سيمفوني بقى، اعملها سيمفوني كده. ده كده شيخ البلد خلف مدرسه. خلف يا لهوي. لا على طبعا فكره المزيكا دي لا حكاية. برافو يا مجد. شكرا. الله هايق. استاذ سمير، ايوه، لو كنت صحفي وحبيت تعمل حوار مع الفنانه دلال عبد العزيز، ايه السؤال اللي يخطر في بالك ان انت تساله لها؟ قولي عزيزي. سؤال بس يكون صريح جدا، يعني ما يبقاش يقول عزيزي دلال عبد العزيز. السؤال اللي هسأله لها على السيدة المحترمة الفنانة الصاعدة العظيمة القوية جدا دلال عبد العزيز، مصر فيها 66 مليون شاب، ما اخترتيش غير شاب واحد من 66 مليون. ليه؟ طب لو ماذا السنوش؟ قالت صريح. لو عكسنا السؤال، لو عكسنا السؤال ولو كنت صحفية تسألي سؤال صريح وصريح جدا للأستاذ سمير، تقولي له ايه؟ انت سعيد في الجواز يا سمير؟ هو ده. ايه رأيك في الجواز؟ بيوتيفول. جميلة. عجبتكم يعني؟ الحمد لله. شيرين، آخر ألبومك الغنائي كان باسم إيه؟ صدقني عشان تصدقوني بس. يعني وبإذن الله في ألبوم قريب؟ بإذن الله، يعني بس لسه يعني بختار الكلمات والألحان وكده، بس بإذن الله. أنا يعني نفسي أقول للفنانة شيرين كلمة، اديني فرصة أعمل لك لحن. أنا نفسي أكسر الدنيا. ما بقاش أنا خايفة أكسر الدنيا. حاولت أعمل ألحان لدلال بس لقيت الألحان هتاخد سكة تانية. لا يعني لقيت هيبقى في تغيير في الموسيقى. فنفسي بقى أعمل حضرتك لحن وأعمل أنوشكا لحن. إن شاء الله. الفنانة بما إننا مع بعضينا. الفنانة شيرين وجدي، جربت التمثيل وجربت الغنى، أنهو أصعب؟ التمثيل. أنا الغنى حاجة أنا عارفاها وحاجة أنا حباها. مش صعبة برضو الغنى؟ لا بالنسبة للمطربة أو المطرب يعني صعبة. أقصد إنها بالنسبة للتمثيل في البحث عن الكلمة، إزاي تنقي اللحم، بس حاجة أنت بتبقى عارفها يعني حساها وكده، حاجة مجالي أنا الأساسي. إنما بالنسبة للتمثيل يعني برضو أول حاجة بتصادفني مش عارفة أحط إيدي فين، يعني أعمل إيه وأنا بمزق إيديا كده. لا لا والله، اللي شجعني اللي شجعني إن الدور كان كله وأنا عارفة يا شيرين. يمكن وائل يقصد إن هل التمثيل بالنسبة لك يعني بالمقارنة بالأغنية، لما تيجي تنقي أغانيكي زي ما احنا عارفين لما بننقي أغنية كلمات الأول وبعد كده إزاي تتلحن، يعني هل ده بيبقى صعب عليكي إنك تنقي الكلمات وبعدين توديه لملحن إلخ، ولا إنك تقعدي تفكري في الدور في مسلسل هتركزي فيه وهو ده اللي انت هتعمليه؟ لا طبعا الغنى اسهل بالنسبه لي، على اساس ان الكلمات اول حاجه باجي اختارها، يعني بحس ان هي مناسباني يعني. وبالنسبه للالحان ملائمه لطبقه صوتي وكده، و يعني ما بقاش مشكله. بالنسبه لا بالنسبه للادوار بقى وكده يعني برضو بتبقى سبب حاجه ان المطرب المطربه زي ما الممثل بيبقى بالنسبه له الغنى يبقى في لونه زي ما يعني. انت ناجحه في غناكي كمان، الفنانه انوشكا ناجحه في غناها، وجربتي انت حته التمثيل فنجحت فيه لانك طبيعيه.
وكذلك انوشكا وكذلك لما نبص بقى في مزرعه فنان عمرو دياب ما هو بيمثل دلوقتي ونجح في التمثيل، محمد فؤاد بيمثل ونجح في التمثيل، فاذا انا شايف عبد الحليم حافظ جميل جميل وشاديه وشاديه جميله فريد الاطرش سلام حجازي الاستاذ محمد عبد الوهاب احمد الاستاذ سمير كلهم علامات في التمثيل وفي الغناء.